اترك الدين لله، الله اللي بحاسب، كل واحد بوقف أمام الله. أنت مش الديان، لما أنت بتكون ديان معناته على طول أنا بفهم أنه إلهك ضعيف، لكن الإله اللي أنا بخد مقوي ومحب وبيهتم في الناس وبدي يرفع كل مستويات الناس، سواء كنت مسيحي أو غير مسيحي. غرض الله دائما للخير، للمحبة، للسلام. طب ما هو الإنسان لما باسم الدين بيقتل وبيفجر، لما باسم الدين بيعمل، يعني عارف هاي العنصرية، يعني الرجال قوامون على النساء، وأنا مثلا إذا في دولة إسلامية حقوقي بتكون مهضومة أو بكون درجة تاني، درجة تالتة، درجة رابع من المجتمع، كأنه تفضلا عملني بالتساوي. لأنه في ناس كتير مسيحيين عباقرة، في كتير ناس اللي بيساعدوا بفيدوا البلد. الشيء الوحيد بقدر أكفلكياته إنه المسيحيين صادقين في مواطنتهم، ما عندهم مش فكر الخياني. تعرف أنا بزعل كتير لما حتى على اليوتيوب، العرب يساوي الخيانة، العرب يعني خيانة، يعني الغدر، يعني المكر، يعني طب هاي الأفكار منين بتيجي؟ هاي الأفكار مين زرعها في شعبنا العربي؟ طب ما احنا شعب كويس وجميل وزكي، كل المواصفات الحلوة. إذا الدين بيعمينا، حان الوقت إن نحط علامة سؤال كبير.